اتحاد الكوره مش لاقي اقول لك يعمل ايه. اتفضل يروح اتحاد الكوره كمل بس عشان الناس حضرتك فاهم لكن الناس تفهم انه الراجل بيبقى مثلا انا ما عنديش رخص انا كاسلام ما عنديش رخص فانا عايز اروح اتحاد الكوره عشان هو اللي يطلع لي رخصه مظبوط. وبعدين هنتكلم او بعد شويه هنتكلم مع واحد من اشهر الناس في اللي بيدوا رخص في العالم كله الحقيقه عشان يقول لنا يعني من واحد من اشهر المطورين المدربين في العالم واشتغل في اكبر اتحادات في العالم وهو اللي بيطور الرخص البرو خلي بالك في الاتحاد الاوروبي. فانا هساله عشان موضوع اشمعنى الافريقيه دي اللي مش معتمده في حته خالص يا استاذ حسام ولكن انا معايا سي او معيش حاجه وعايز اروح اتحاد الكوره فاتحاد الكوره اساسا بيقول لك دلوقتي بقاله قد ايه ما بيديش رخص بقاله فتره طويله جدا. هتروح لمين يا كابتن اذا لمين؟ عايز تروح للاتحاد مفيش اصلا في الاتحاد اوضه فيها طلبك دي حاجه في فريضه كمان غائبه كمان في الانديه اسمها المدير الرياضي اللي الكابتن حشيش لم يذكره انما ذكره شرحا بمعنى انه ده الراجل اللي بيقعد مرتين او ثلاثه على مدار الشيزون كله العياذ بالله مع المدير الفني ما لازم ابقى مدرب اجنبي وبالتالي يقعد معاه عشان يقول له الناس هتنافس اللي هو انت عايز ايه طب يقول لهم عايزين تنافسوا وهاتوا الرجاله اللي كانوا مع اسلام الشاطر وهاتوا اربعه شاي وتمام الناس عايزه في المربع يبقى شيلوا اتنين شاي وهاتوا الباقي الناس عايزه ما تنافسش خالص خلاص يبقى نمشي الراجل ده ونجيب اطلع لكم واحد تاني وبالتالي ادي اول فريضه اهي لان كله بيتكلم في الكوره انت بقى عايز الراجل اللي ما تاهلش يروح طب ما اسهل له مدربين لهم اسماء بيروحوا بالكشكول لمدربين اجانب بس من الناس الاسماء ويقعد ينقل وراه لقد بدا الميران بوضع الكوينز ولف ست لفات وجاب عم حارس من جوه ومش عارف عمل ايه ويطلع يطبق مش توافق مع الكوتش انه يعمل معاه معايشه لا ويطلع بقى يروح دوبك ارحمكم الله كرحمه يجيب كل هذه الاشياء ويبدا يشتغل بيها مع الاستاذ عبد الوكيل ده عبد الوكيل ده راجل رائع عنده صرفه لكل حاجه طبعا ليه؟ لانه عامل زي اما كنا زمان يعملوا لنا يوم في المدرسه في عيد الام او في اي مناسبه شم النسيم ويجيبوا لك الراجل الحاوي ده ولاد زعلوا عشان ما طلعوش الفقره روح مد ايده في الجراب مطلع له بونبوني تك ساعه بيراضي الناس مش كلها. عارف ايه بيراضي الناس كلها صحيح لان اما يجيبك يا كابتن هتروح انت كمان جايب اربع لعيبه زي ما قال لك كده او معاك كرتونه ثانيه انا شغلتك في شغال ما معاك كرتونه ثانيه والدليل ان انت بتلاقي مدربين بيمشوا ورا صف لعيبه يعني هو يمشي من النادي ده طب ليه ما ناخدهاش يروح النادي الاخر انا لازم اكون برضو في الجهه الاخرى يا استاذ عصام ليه ما ناخدهاش في انه ثقه المدرب في هؤلاء اللاعبين يعني صح. يعني مثلا ممكن اروح مثلا اقول ايه ان المدرب الفلاني الفلاني بيثق في اسلام الشاطر لا تمام بيثق في محمد حشيش دي موجوده دي صح قلت لي سيبني اكمل سيبتك تكمل ما هو الكلام ده لو كان اللعيبه دي يحتملوا الثقه بالثه أيوة. لا ما هنا عم بنشوفهم اما يروحوا الحته الثانيه اذا كانوا هم في الحته الاولانيه ما عملوش حاجه والدليل ان هم مشوا هم والراعي الرسمي بتاعهم اللي هو الكوتش والوكيل بسرعة جدا كان قاعد مع حد تاني بيكلمه عشان الصف ده يجي طيب ممكن أسيبك تكمل ولكن عشان معانا برضو من أمستردام من هولندا نطلع ونرجع نكمل تاني شخصية عظمى الحقيقة لما نيجي نتكلم عن رخصة التدريب الإفريقية أصبحت غير معتمدة